طبعا لانه كان مثيرا جدا للجدل وكان لاعبا قويا جدا، سواء على مستوى العرضيات، على مستوى الالتحامات، على مستوى التصويبات، على مستوى الجدل بشكل عام. الكابتن رامي سعيد ضيفنا العزيز اللي كان وحشنا جدا. كابتن رامي اهلا بيك. اهلا بيك، انت اللي وحشني جدا يعني، وميرسي جدا على التقديمه الجميله دي. ده انت هنتكلم عنك بكل ربنا بساطه، يخليك، منور ربنا الدنيا يخليك. كلها يا ده كابتن رامي. نورك نورك. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام قطاع الناشئين عامل ايه في المقاولين؟ تمام زي الفل الحمد لله. طبعا انت عارف قطاع الناشئين المقاولين مميز طول عمره. الحمد لله ماشيين بخطه ثابته مع كابتن محمد رضوان مدير قطاع الناشئين، ايوه وان شاء الله هنبدا على موسم جديد. ان احنا هنبدا الاختبارات ان شاء الله من يوم السبت، تقعد من 21/5 ان شاء الله ل 21/6 باذن الله. بتبقى عامله ازاي بقى الاختبارات دي؟ اختبارات يعني اللي هي الطبيعيه، بنشوف لعيبه، بنشوف مواهب، بس ايوه طبعا المواهب قلت قل دلوقتي طبعا في الكوره مش زي الاول، لكن بنحاول يعني بنجتهد على اساس ان احنا، انت عارف قطاع الناشئين المقاولين بالذات بيبقى في حته الناشئين يعني بنختار حاجه، مظبوط انت فاهم، صح. فالعين بتفرق يعني. فطبعا بنحاول وبنجتهد وان شاء الله يجي لنا لعيبه كويسه ولعيبه كده زي محمد صلاح باذن الله ما عندكمش ويطلعوا. حد في القطاع دلوقتي تصدقوا او تقولوا والله ممكن يجي منه يبقى زي صلاح والنني؟ هو في، بس مش زي صلاح والنني يعني. اوكي. يعني هم موجودين وفي لعيبه كويسه، لكن طبعا الفتره دي طبعا ان شاء الله المقاولين يطلع من الكبوه اللي هو فيها. فطبعا الكابتن محمد عوده غصب عنه برضو هو عايز في الفتره دي لعيبه كبيره ولعيبه خبره، فما يقدرش ان هو برضو يدخل لعيبه ناشئين في المواقف الصعبه دي، اي مفهوم فعشان ما يحرقهمش يعني. ان شاء الله الفتره الجايه بس المقاولين ان شاء الله نقعد في الدوري، وان شاء الله باذن الله يكون اللعيبه، هتلاقي لعيبه برضو مميزه ولعيبه كويسه باذن باذن الله. الله. طيب نروح للاهلي شويه. خلال رحلتك انت مع الاهلي وخلال رحله الاهلي الحاليه، هبدا معاك بتعادل النهارده من الاهلي مع البنك الاهلي، ورابع ماتش على التوالي من غير تحقيق انتصارات على مستوى الدوري. شفت ازاي اللقاء كابتن رامي؟ انا شفت اللقاء طبعا، يعني انا مش مبسوط طبعا من اداء النادي الاهلي. انا شايف اللعيبه بعيده، مش شايف روح النادي الاهلي، مش شايف طموح النادي الاهلي. انا شايف اللي انا حاسه ان موسيماني مركز في بطوله افريقيا اكتر، مش مركز في الدوري خالص. عمر النادي الاهلي ما كان بيقعد 4 مباريات متتاليه ما يكسبش، وانت كنت معرض ان انت تخسر. والنهارده يعني انت شفت الاهداف اللي ضاعت من البنك، والصراحه البنك عمل مباراه قويه، مباراه يعني تحس ان هي كانت مباراه فعلا ماشيه سجام يعني ما بين الاهلي والبنك، ان ممكن اي فرقه تخطف مظبوط المباراه. مظبوط. فالاهلي لازم يعني موسيماني يخلي اللعيب الثاني زي اللعيب الاولاني، يعني بغض النظر ان انت بتلعب مباريات مضغوط على طول، بتلعب كل مباراتك مباراه يعتبر كؤوس. انت دلوقتي بتلعب كاس دوري افريقيا، انت لازم تاخد بطولات. النادي الاهلي متعود على كده طول عمره، لكن هو انا شايف ان هو مركز في بطوله افريقيا. حتى جمهور الاهلي هو ممكن يبقى زعلان، بس مش بيبين، لان طول عمر جمهور الاهلي بيقف جنب ناديه، وهو عارف الموقف وعارف ان هو عنده مباراه قويه يوم 30، فهو ساكت. لكن طبعا النتائج دي بعد بطوله افريقيا جمهور النادي الاهلي طبعا مش هيسكت يعني. هو مش هيسكت دي معناها ايه؟ بمعنى ان الاهلي ضيع الدوري السنه اللي فاتت والزمالك هو اللي حصده، وبالتالي ضياع دوري تاني على التوالي هيكون امر غير مقبول، ده اللي تقصده؟ ولا اساسا مش هيستنوا الدوري يضيع لكن النتائج نفسها هي اللي ممكن تعمل رد فعل سلبي من الجمهور؟ لا، انت الدوري راح منك السنه فاتت طبعا. جمهور النادي الاهلي انت عارف جمهور النادي الاهلي مش هيسكت يعني. ويضيع منك دوري تاني، لا، الامور هتبقى صعبه على موسيماني جدا. هم واقفين جنب موسيماني لغايه مباراه ان شاء الله يوم 30 بتاعت الوداد، وان شاء الله الاهلي ياخد ان شاء البطوله الله ويفرحنا باذن الله. فتركيزه كله كامل ان هو بطوله افريقيا، حتى ان هو النهارده معلول قاعد مريح الثلاثه بتوع نص ساعه واقول مصابين، بس انا احساسي يعني احساسي ان هم مجهدين، فهو خايف عليهم بالظبط. ده احساسي يعني. انت بس هو الفحوصات قالت انه ما بين اجهاد ما بين عضله شد يعني انت مثلا لو هتلعب مثلا كمان 3 ايام مباراه نهائيه بتاعت افريقيا، هتلاقي كل دول في الملعب. اللي انا شايفه ان اللعيبه الثانيه مش زي الاولانيه، ودي بتفرق في الملعب جدا طبعا. ان انت لازم كمدير فني لازم تسيستم امورك ان واحد يبقى زي اتنين، الاتنين مستوى واحد، ما تحسش بفرق،
ما احسش مثلا لما اجيب لعيب النهارده يلعب يقول يا ريت ده كان لعب. ايوه يا ريت ده كان لعب، لا النادي الاهلي كان معودنا كده على طول. فالنهارده حتى اما اتفرجت على ماتش روح النادي الاهلي مش هي يعني النادي الاهلي كان طول عمره اما بينزل اول تلت ساعه ربع ساعه بيضغط تحس ان هو هيجيب هدف في اي وقت هيجيب، انا كان احساسي لا مش هيجيب. بيسيب مساحات كبيره يعني شايف النهارده النادي الاهلي ما بيضغطش، فطبعا ما بتلاعب اي اما بتلاعب اي فرقه وانت ما بتضغطش بتدي لهم مساحه مجال ان هم يتحركوا ويروحوا يهددوك بالظبط. وهددك النهارده كم مره يعني ولا وحاجات ايه قريبه جدا ده حاجات في 6 يارده وبتضيع ما شفناهاش قبل كده. فطبعا دي حاجات بتفرق في الملعب في حته الضغط حته المساحه. وعايز اقول لك حاجه برضو ان الفرق كلها دعمت دلوقتي لعيبه كويسه. اللعيبه دلوقتي بقت لعيبه كويسه. ايوه لعيبه الدوري الممتاز فيها لعيبه انا من وجهه نظري فيها لعيبه كويسه جدا احسن من الاهلي والزمالك. فيها لعيبه مين اللعيبه اللي بتلفت نظرك من بره الاهلي والزمالك؟ لا في لعيبه كتير يعني في فيوتشر في لعيبه كتير، في البنك في لعيبه كتير، فاركو فيها، لا كله دعم البنك فيها، لا كله دعم لعيبه كويسه عشان كده مطلوبين. يعني لاحظ الاهلي والزمالك على طول ده مطلوب وده مطلوب وده مطلوب ناس دعمت. ودلوقتي برضو انا اما كنادي الاهلي يمكن انا عشان جوه المطبخ فعارف اما كنت في النادي الاهلي فاللعيبه دلوقتي او المدربين بداوا يشغلوا دماغهم صح. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بلاعب النادي الاهلي عارف النادي الاهلي المباراه الاولانيه تعادل او المباراه الاولانيه خسر هينزل لي المباراه الثانيه اكيد هيضغطني من اول دقيقه فانا اقف استسلم اموري صح اوقف الناس صح والعب على واحده مرتده. ايوه النادي الاهلي كل ما الوقت بيجري الخطوط بتوسع كل ما الوقت يجري بيضغط بكل هجومه بكل لعبته. تلاقي مثلا المساك فرود تلاقي الباك فرود تلاقي نص الملعب فكل دي مساحات بتلعب على واحده مرتده زي جون اللي جه في الزمالك بالظبط كله ضاغط ضغط واحده مرتده جت جون. طيب انت لعبت مع الاهلي سنتين يا كابتن رامي. السنتين دولت الاثنين كان فيهم ما كانش فيهم دوري ولا واحد دوري والثاني لا؟ لا لا انا ما السنتين ما كان الاهلي ما فقط فيهم الدوري. منهم دوري سيد عبد النعيم. صح؟ واللي قبليه اللي هو كان الاسماعيلي ولا كان الزمالك؟ كان الاسماعيلي. كان الاسماعيلي. كان ايه احساس الجمهور وقتها وانتوا فرقه برضو ده الاهلي ما ينفعش هو الاهلي طول عمره ما ينفعش يخسر دوري وخساره الدوري بتبقى قاسيه ولا اصلا ما ينفعش تتعادل يعني في النادي الاهلي التعادل التعادل ده عنده خساره يعني. كان ايه ظروف وملابسات ورد الفعل بعد ان انتوا خسرتوا لقبين ورا بعض؟ يعني يمكن اللقب يعني الواحد اللي هو اللي لان مباراه انبي انا كنت موجود وكنت بلعب فالمباراه دي عمرها ما تتنسي اطلاقا يعني احنا رايحين بنحتفل ورايحين ان احنا اخذنا الدوري خلاص. فاللعيبه كان عندها ثقه ان احنا كسبانين وعايز اقول لك حاجه يعني انت لو رجعت بالذاكره هتلاقي المباراه دي احنا اصلا ضاغطين انبي ال 90 دقيقه كميه فرص غير طبيعيه يعني هي في اليوم ده مش راضيه خلاص يعني لغايه اما جه فينا جون وحاولنا ما جاتش فالدوري راح مننا. فطبعا احنا كلنا كنا في ذهول يعني يعني انت رايح خلاص تحتفل والملعب رايحين الملعب مقفول قبلها كان في المقاولين كان الملعب مقفول قبلها بساعتين او 3 ساعات يعني احنا حتى ماشيين من الاستاد بعد يوم جمعه هو الماتش احنا ماشيين بعد المباراه مثلا بخمس ست ساعات طبعا الناس في ذهول و هتحصل كوارث فلازم كانوا فضوا الناس خالص بحيث ان احنا يعني الواحد زعل على البطوله دي. كان نفسي ان انتوا ساعتها كان في عتاب بينكم وبين بعض بعد الماتش وكانت الدنيا مشدوده قوي انت يعني كلنا قاعدين كله في سكوت يعني ما حدش عارف يبص للتاني يعني ما حدش ذهول انا احنا ضاع مننا ازاي او احنا في حلم فكلنا ما حدش قادر يبص في وش التاني يعني خالص يعني كان يوم صعب جدا كان يوم صعب جدا 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 جدا. الاهلي الحالي مقبل على نهائي دوري ابطال افريقيا كواليس كتيره وفعل وردود فعل وقرارات واعتراضات وبيانات في الاخر الاهلي قال هلعب عادي في اي ملعب داخل القاره والمفروض يوم 30 المباراه ان شاء الله في المغرب في ملعب محمد الخامس. بالمناسبه الاهلي سيتحرك بشكل رسمي امبارح كان قال في بيان رسمي انه من ضمن طلباته السته للكاف هو قصه الحكام بانه لا ادونا بقى حكام من بعيدا عن الاسماء اللي مزعلانا ويا ريت طاقم التحكيم للفار يكون اوروبي زي ما حصل في تصفيات كاس العالم. الاهلي سيرسل اسماء الحكام الرافض ان يديروا هذه المواجهه وابرزهم بكاري جسامه وثلاثه اخرين طبقا لما علمنا من مصدر داخل النادي الاهلي. شايف ازاي المباراه دي
في ظل ما بتقول ان موسيماني اولويته الواضحه هي دوري ابطال افريقيا حتى اكتر من الدوري. طبعا طبعا هو باين، ما هو باين وكل حاجه، ما فيش حاجه بتستخبى يعني، اي كل حاجه باينه، بالذات لعيب الكوره الذكي يعني، او اللي يفهم في المجال او جوه المجال، فاكيد يحس ويعرف. فمباراه الوداد خلاص انت اتحطيت خلاص ان انت هتلعب في المغرب، خلاص اوكي يوم 30، يبقى خلاص بقى نبطل ان احنا نتكلم، نبطل ان احنا نقول طب احنا ممكن نعمل وممكن ما نعملش، لا الموضوع انتهى خلاص، انت هتلعب يوم 30 مع الوداد، ايوه وتركز في ايوه شغلك اذا كان في دوري او النهائي، وتشوف اللعيبه وتشوف اللعيبه المناسبه للمباراه، أيوة. لان انت هتقابل يعني كامكانيات النادي الاهلي والوداد، لا امكانيات النادي الاهلي فارقه اكتر بكتير، ايوه ولو تبص حجم اللعيبه هنا واللعيبه هنا، لو تبص اللعيبه الدوليه هنا وهنا، مش هتلاقي لعيب دولي، مظبوط. انت فاهم؟ وانا اتفرجت على الوداد يعني، انا اتفرجت على الوداد، وحتى بترو اتليكو انا اتفاجئت بادائها في المباراه بتاعت المغرب، وقلت اللي ازاي خلصت هو واحد خسر، واحد هو ازاي خسر في ملعبه صح بالاداء ده. صح فانا ده على شايف بيترو اتلتيكو. انا شايف ان الوداد ما يخوفش، النادي الاهلي يعني احسن منه بكتير بكتير بكتير، بس العقل المفكر بقى صح، يعني، التفاصيل الدماغ بقى، بقى التركيز. اللي تدير المباراه صح. انت تلعب تحت ضغط جمهور طبعا، حته بقى بره وجوه، الموضوع ده انتهى في الكوره خلاص، اتلغت ان انا العب بره او جوه، ده موضوع انتهى خلاص. هو يركز ان هو رايح ياخد بطوله ويجي، هياخدها أي ازاي؟ بتركيز 100%، صح. هيقابلك جمهور. النادي الاهلي عدى على المراحل دي سنين حياته، لو نرجع ونقول من ايام الصفاقسي أي وكسبنا في اخر ثانيه يعني، صح. فالنادي الاهلي واخد على الوضعيات دي، وخلاص انت اتحطيت في موقف، وخلاص هتلعب يوم 30، واملنا كلنا وامل مصر وجمهور النادي الاهلي طبعا ان هم يرجعوا بالبطوله، وانا شايفها من الصعب بإذن على الله النادي الاهلي ان هو يرجع بالبطوله. بإذن الله. موسيماني أدار في مباراة النهاردة 100 مباراة كمدير فني للأهلي، خلال ال 100 مباراة فاز في 61 مباراة وتعادل في 30، وبالتالي خسر في 9 مباريات، خلالها توج بالعديد من البطولات، 2 دوري أبطال إفريقيا إلى جانب 2 سوبر إفريقي إلى جانب بطولة كأس مصر، ومرتين توج بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية. بعد 100 مباراة لموسيماني كمدير فني للأهلي كابتن رامي، تقييمك ليه ايه؟ هل هو المدرب العبقري اللي في خلال فترة 100 مباراة يتوج بكل البطولات دي، ولا المدرب المحظوظ اللي الحظ مساعده انه يوصل للأرقام القياسية دي، ولا ايه تقييمك ليه؟ تقييمي لا محظوظ طبعا يعني، ان البطولات اللي هو واخدها دي كلها، دي اللي مسكته عليه ناس كتير، ان هو بياخد بطولات وبطولات كبيره. وموسيماني فيه ميزه كويسه يعني، انا ملاحظها فيه، ان هو في المباريات الحاسمه او المباريات النهائيات بيركز فيها بشكل كويس جدا. ايوه فموسيماني طبعا عنده نسبه حظ كبيره، موسيماني طبعا اللي مسكت الناس ان هو بياخد بطولات، وهو محدش يقدر يتكلم طول ما هو بياخد بطولات، لكن احساس البطوله الجايه دي لو النادي الاهلي ما خدهاش هيبقى الموضوع صعب جدا على موسيماني. صعب انه يستمر. انا من وجهه نظري بعد مسيرة دوري أبطال أفريقيا مكمل وخدها، واحدة تانية كاملة خدها، والتالتة وصل لنهائيها فخسر، ممكن يمشي؟ هو ده النادي الاهلي يعني، هو النادي الاهلي طول عمره يعني بطولات لأنه وانجازات. رصيده من الكورة الحلوة مع الأهلي مش كبير. لا لا لا، وانت يعني ربنا بيكرمك ويوفقك، انت بتجتهد يعني، وبتجتهد وفي مباريات كتير عملها كويس يعني، مظبوط. وبالذات المباريات النهائيات او المباريات الحاسمه بيشغل صح. دماغه مظبوط، صح. وفي مباريات تحس ان هو بعيد خالص. لا يعني انت المفروض يا مسلماني خلاص يعني، انت تمشي، انت ماسك النادي الاهلي، فلازم تبقى مدرب جريء جدا يعني. انت في مواقف انا بشوفها الموسيماني في بعض المباريات يعني، اقلها مباراه وفاق ستيف يعني، وفاق ستيف انت بتلعب وفاق ستيف وكسبانها 3 ولا 4، أربعة. المباراه اللي كانت هنا واتطرد منهم واحد، وانت لغايه دلوقتي بتلعب بفرد واحد، طب ما العب بفرودين وهاجم والعب واجيب 3 و4. فهو عنده حته الجرأه دي بيقلق منها شويه، أي. لكن انت النادي الاهلي يعني لازم تبقى عندك جرأه وعندك فكر كبير
وما تخافش وما تهبش، زي مثلا مباراه البنك النهارده ما تلعب باتنين فرق وده صراحه. اطلع شريف ليه؟ اخلي في اخر المباراه كان ممكن كمان يزود اللاعبين اللي جوه منطقه الجزاء، بما انه كان بدا يعمل عرضيات ما كانتش بتوصل. انت لو تفتكر مانو جوزيه كان بيعمل ايه؟ اما بيتزني كان بيعمل ايه؟ كنت تحس ان كله يخليهم في انت كنت تحس كل الثمانيه ولا التسعه كلهم في روده. ايوه صح، كان جريء صح. هو طبعا الامكانيات لعيبه غير اللعيبه دلوقتي، لكن انا بتكلم كمدرب لازم يبقى عندك جرأه. جوزيه نفسه كان هو اللي طلب رامي سعيد. هو اللي طلبني ولما رحت كان مشي يعني، انا ما رحت كان جيبهم فورير وهو كان مشي، لكن هو ما شافني في كاس العالم المنتخب العسكري عسكري. هو اللي قال لهم انا عايز رامي سعيد يعني. فلما رحت كان جابوا فورير وهو كان مشي يعني. كنت عصبي كلاعب لسه عصبي كمدرب ولا الدنيا؟ والله انا مش عصبي، انا من نوع الغيور جدا، ومن نوع الراجل في الملعب جدا، ومن نوع اللي ما بحبش اخسر. فالحمد لله دي انا دي واخدها من صغري، من قطاع الناشئين، وبالذات انا عايز اقول لك ميزه في قطاع الناشئين في المقاولين، بيعودونا من صغرنا يعني التعادل خساره. فالواحد اما بيطلع على السيستم ده وتعود عليه ومتاسس صح، اما بتطلع فريق اول بتبقى خلاص عندك الانطباع اللي هو الغيور. انا من النوع اللي كده يعني، حتى الانديه اللي لعبت فيها يعني الحمد لله كان اللي يفرق معايا في الملعب كان يقول لك رامي سعيد لعب راجل. انا دي عندي تكفيني صح. فانا عندي يعني في المباريات او الماتشات ما بحبش حد احسن مني. بحب ان انا ابقى كويس على طول. فالناس بيفتكروا ان انا عصبي، لا انا ببقى غيور وببقى متضايق جدا لو ما كسبتش او تعادلت، دي بتبقى عندي مشكله كبيره. ما اشتغلتش في الاهلي خالص من ساعه ما اعتزلت؟ لا أنا لا لا، من ساعه ما اعتزلت انا في قطاع الناشئين بقى لي بتاع 5 6 سنين ما شاء الله. انت معتزل من 2012 موجود في القطاع يعني. ما ساعدتش ليها؟ ما حصلش اي رغبه في لا انا كنت اول قرار خدته ان انا طبعا المقاولين بيتي فمتربي فيه من عندي 12 سنه لغايه اما طلعت فريق اول. اللي بعد المقاولين على مستوى عدد السنين هو الاتحاد. يعني صح. الاتحاد طبعا الاتحاد برضو من احسن سنين حياتي في الكوره في الاتحاد. وهناك الحمد لله الناس كمان بتحبني، وهناك انا كنت عامل 5 مواسم قوي جدا. والحمد لله انا ماشي وانا كابتن فرقه، والحمد لله ما مشيت ما قصرتش معاهم في حاجه، وهم برضو ما قصروش معايا في حاجه. فالحمد لله كل ما بروح نادي بعلم فيه يعني ما شاء الله. فالحمد لله يعني. مين من لعيبه الاهلي في فتره السنتين اللي لعبتهم لسه على تواصل معاك ورغم السنين والرحلات المختلفه اللي عملتوها؟ ابراهيم سعيد هو اللي ابراهيم سعيد. ابراهيم سعيد طبعا، لان ابراهيم سعيد اصلا صاحبي من واحنا مع بعض في المنتخب الاولمبي. وانا في المقاولين هو صديق ليا من زمان يعني. حتى ما هقول لك حاجه ظريفه يعني، اول يوم دخلت فيه النادي الاهلي اول ما دخلت اوضه اللبس، فطبعا كنا رايحين معسكر في هولندا مع ابو فرير. فهو راح معلي صوته، انت عارف ابراهيم يعني، قال لهم لا رامي سعيد هيبقى متواجد معايا في الاوضه في المعسكر ويبقى قاعد معايا على طول يعني. هو صاحبي، فابراهيم بقى يعني هو اللي على طول بنكلم بعض على علاقه قويه لسه مستمره. بنبعت له السلام صديقنا العزيز والكابتن النجم الكابتن ابراهيم سعيد نجم الكره المصريه السابق. هسألك أسئلة سريعة جدا كابتن رامي. اتفضل. وهي عبارة عن اوت وكورنر وهدف. الاوت يعني قرار لو رجع بيك الزمن مش هتاخده. هل انك مشيت من الاهلي ولا انك انضميت للاتحاد السكندري ولا انك لعبت البتروجيت؟ لا يعني قرار اللي انا يعني اللي زعلان عليه هو طبعا النادي الاهلي. انك مشيت من الاهلي؟ طبعاً. ايه اللي حصل عشان تمشي من الاهلي؟ لا هي فتره ما كنتش موافق فيها. فتره ما كانش تركيزي زي ما كنت في المقاولين او تركيزي زي ما رحت الاتحاد. تمام. وانت في النادي الاهلي يعني صح. عايز ايه تاني يعني؟ انت بتلعب في اكبر نادي في مصر طبعا، الاهلي والزمالك. فلو ما حافظتش على النادي الاهلي هتجي لك تاني فين؟ صح. لكن التركيز يعني بمعنى ايه ما كنتش مركز وانت في الاهلي؟ يعني برضو ايه جو النادي الاهلي لما تكون بتلعب في نادي برضو مش جماهيري وتروح تتفاجئ وانا رايح الحمد لله بضجه كبيره حقيقي. فزي ما تقول كده ايه الشهره صدمتني شويه. فطبعا بتبقى الموضوع ده بيبقى صعب جدا صح. ان انت تقدر تحافظ عليه. فالعمليه كان تركيزي ما كانش زي مثلا لما رحت الاتحاد او في المقاولين. فقصرت شويه يعني في الفتره دي، فطبعا زعلت عليها ده اكيد. وانت بتتكلم عن الضجه
او بتفتكرها اللي حصلت وقت انتقالك للاهلي، ايه اكتر المواقف اللي فاكرها من الضجة دي او الحوارات اللي دارت بينك وبين اي طرف من اطراف الضجة؟ الضجة ان انا كنت من يعني الحمد لله طلعتي في الفريق الاول في نادي المقاولين كانت اول 6 شهور كانت طلعتي قوية جدا، ايوه كان اهلي وزمالك واسماعيلي بيفاوضوني على مظبوط. طول. فعمري كله اللي قضيته في المقاولين انا طلعت في الفريق الاول قعدت حوالي 2 سنين بس، والنادي الاهلي ايه اشتراني. فالضجة دي كانت اهلي وزمالك واسماعيلي بس، اللي كانوا ايجابيين شوية الصراحة كان نادي الزمالك، كانوا بيكلموني على طول. فحاجة بقى عمري ما انساها طبعا اكيد، ان انا قلت ان انا رايح نادي الزمالك خلاص الموضوع انتهى. وكنت تاني يوم في النادي الاهلي كان باشمهندس عبد الكافي كلمني وقال لي مستر مانويل جوزيه عايزك، وهو اتفرج على بطوله العالم العسكريه واحنا عايزينك. فطبعا رحت النادي الاهلي ووقعت حولت النادي الاهلي. الاتجاه ازاي بقى؟ بسبب ايه؟ الفلوس كانت اكتر، الاستقرار كان هو اللي بيشد، هو طبعا ولا الانتماء مثلا؟ هو اولا انا اهلاوي، انت اهلاوي، دي تمام. تاني حاجة ان الفترة دي كان الاهلي الاستقرار اكتر من الزمالك. ايوه كان الفترة دي نادي الزمالك كان عنده لعيبة كويسة جدا، وعايز اقول لك الفترة دي اللي انا في الاهلي نادي الزمالك خد حوالي كل البطولات. مظبوط. فاتجهت للنادي الاهلي استقرار وقلت خلاص وانا اهلاوي، فخدت القرار ورحت النادي الاهلي على طول يعني. طيب السؤال الثاني كورنر، هتحكي لي اشهر موقف مع الاسم اللي هقول لك عليه، مع مدربك السابق الراحل الاسطوره الكابتن محمود الجوهري. كابتن محمود الجاري مدرب عظيم، كابتن محمود الجاري مفيش حد يجي في التاريخ زي كابتن محمود الجاري في التدريب. كابتن محمود الجاري علامة كبيرة في الكرة المصرية الله يرحمه طبعا. الحمد لله الحمد لله يعني ان انا في السي في بتاعي ان انا اتمرنت مع الكابتن محمود الجاري يعني. ايه حوار فاكره معاه او موقف؟ والله كابتن جاري قالها لي يعني، انا طبعا ما كنت في منتخب اول، ما منتخب مصر الاول كنت لسه في المقاولين يعني. تمام وكابتن جوهري يعني اما كان ياخد لعيب فيبقى عارف اللعيب ده امكانياته ايه صح. يعني. وفي الفتره دي كان واخد لعيبه كانت اهلي وزمالك واسماعيلي ومحترفين، وانا اللعيب الوحيد من الدوري من المصري بره من الفرقين. المقاولين. فكنا رايحين ماتش نلعب السنغال في تصفيات كاس عالم، والواحد في وسط عمالقه بقى يعني، اللعيبه اللي كانت معايا في المنتخب يعني اسامي ممكن نتكلم فيها لغايه حلقتين ثلاثه. فالكابتن جوهري دي تصفيات 2002. وتعادلنا هناك 0-0. فكابتن جوري كنا في التمرينه اللي هي الاساسيه اللي قبل المباراه كده، خدني كده يعني الكلمه دي عمري ما انساها لغايه دلوقتي يعني. فراح واخدني كده بعد التمرين قال لي عايزك، وكابتن جوري لما بيقول كلمه هو عارف بيقول ايه يعني. فقال لي بص انت لو هقول لك حاجه وهقولها لك وخلاص يعني. قلت له اتفضل يا كابتن. قال لي لو حافظت على نفسك انت تبقى امتداد في المكان ده لسنين كتير في حته الباك رايت، تمام. انت لعيب مميز ولعيب كويس فيها، ولو حفظت وركزت هتبقى حاجه تانية خالص. فطبعا الجمله دي من كابتن كبير وعظيم زي ما الكابتن جوهري تتنسيش، طبعا طبعا. ما لا الكابتن تتنسيش. جوهري ما فيش زيه يعني. اشهر موقف مع المهندس عدلي القيعي، اللي هي يعني اقنعك الموقف ازاي انك تغير اتجاهك من الزمالك للاهلي؟ يعني انا كنت رايح الزمالك خلاص يعني انا رايح اوقع، ولقيت بيكلمني في التليفون قلت له طب انا اعمل ايه يعني. فقال لي لا اللي اقول لك عليه اعمله يعني. ايه بقى اللي قال لك عليه؟ هو قال لي روح نادي الزمالك وزايد في الفلوس يعني، حاول ان انت تاخر لغايه بكره. تمام. فما رحت قعدت مع مجلس اداره فقلت لهم، قالوا لي طيب يعني، قلت لهم طب خلاص انتوا عايزين امضي دلوقتي طلعوا لي فلوس واخد كمسه. تمام. قال لي طب هنجيب فلوس دلوقتي منين؟ قلت ده له كان مين من خلاص. الزمالك ساعتها اللي لا ده كان بيكلمك؟ مجلس اداره الدكتور كمال كمال درويش كان درويش. موجود يعني، والمجلس كله كان موجود تمام. يعني. فقلت لهم خلاص طلعوا لي الفلوس وانا اوقع يعني، ما عنديش مشكله خالص يعني. طب ايه فسياده المستشار كان موجود في زكي هو شويه، فقال لي انت في حد مستشار مرتضى منصور. كان موجود في المجلس. تمام. قال لي انت في حد كلمك؟ قلت له لا ما فيش حد كلم. قال لا شكلك في حد كلمك. قلت له لا انا بقول لك هات لي فلوس واوقع دلوقتي انا ما عنديش اي مشكله. فقال لي اجيب. قلت له خلاص اجي بكره. فطبعا كان تاني يوم الصبح رحت النادي الاهلي عليك عمل لي كل حاجه كل حاجة. كل حاجه في العقد، طلع الفلوس ومدار العقد واللي انا عملته كله في العقد عمله لي، وكنت موجود في النادي الاهلي. طيب بما انك قلت ان اقرب صديق ليك هو ابراهيم سعيد، ايه اشهر موقف ممكن تحكيه عنه؟ لا ابراهيم انتوا الاتنين برضو دماغكم مش سهلة، فربنا يستر على اللي كان بيقابلكم ساعتها. يا ابراهيم على طول مواقفه
هو خد بالك ابراهيم طيب جدا يعني عشان تعرف والله يعني ابراهيم سيئة على قد الشقاوه اللي هو كان فيها او الناس يقولوا ابراهيم، لكن حقيقي طيب طيب جدا طيب جدا جدا يعني. لا الموقف اللي هو كان قبل ما يروح ايفرتون انا كنت قاعد معاه في الاوضه، هو كان بياخد رايي يعني اعمل ايه. ده كان ليه اول معسكر مع النادي الاهلي وهو كان ايفرتون كانوا عايزينه مظبوط، فهو كان قاعد معايا طب اعمل ايه اعمل ايه خد رايي. قلت له لا طبعا ده انت لازم تروح ايفرتون، هو ابراهيم ما شاء الله عليه كان لعيب قوي يعني كان لعيب كبير، ويعني الواحد لما بيتكلم ده يقول لك يا ريت نجيب ربع ابراهيم سعيد في الكوره دلوقتي. فطبعا من اللعيبه اللي عمرها ما تتنسي ومواقفه كتير معايا يعني. هدف تتمنى ان يتحقق، انك تدرب فريق في الدوري الممتاز، ولا انك تشتغل في الاهلي، ولا انك تشتغل في اي منتخب من المنتخبات؟ يعني انا نفسي لا امسك فريق في الدوري الممتاز، تمسك فريق في اه الدوري. طبعا لان انا مراحل الناشئين كلها قضيتها الحمد لله، عندي من الخبرات وعندي من الفكر في الكوره الحمد لله كويس، عندي رؤيه ملعب كويسه يعني، عندي في المجال انا بحب المجال يعني، انا بحب الكوره وبدل بتحبها هتوصل لها. فانا نفسي ان انا امسك فرقه كبيره في الدوري الممتاز، وانا عارف الحمد لله الحمد لله لو مسكت فرقه ان شاء الله هتبقى حاجه كويسه باذن ربنا الله. يوفقك باذن الله ويكتبها ربنا لك. يخليك. سريعا اسئله سريعه تخص رامي سعيد نفسه، اشوف فاكر انت الاجابات بتاعتها ولا لا. معاك 10 ثواني للاجابه على كل سؤال. ماشي. الاهلي خسر الدوري موسم 2002 2003 اللي احنا كنا بنتكلم عنه من شويه، كم نقطه الفريق حصدها في الدوري؟ خلصتوا مركز تاني ورا الزمالك بفارق نقطة. كم نقطة؟ مش فاكر كم رقمين شبه بعض. بديني كده رقمين شبه بعض. ما فيش اختيارات طيب؟ لأن بيبقى 55 ولا 66 ولا 77؟ 66؟ صح. أنا مسهلها لك قوي. ماشي. أجاوبها. أيوه ماشي. مين هداف الدوري الموسم ده؟ كان بلال. صح كده. 19 جول. أحمد ده من قبل ما نشغل التايمر جاوب. ما أنا عارف أحمد بلال. الأهلي خسر من إمبي في الماتش ده بهدف سيد عبد النعيم. لكن الأهلي في الدور الأول كسب 2-1. مين اللي جاب الأجوان بتاعت الأهلي في الماتش ده؟ أحمد بلال جاب جون. أيوه. ومش فاكر مين جاب الجون التاني، لكن أحمد بلال كنت فاكر من ضربة جزاء. جودة؟ صح. عشان هو المتخصص. برافو. حلو. اجاباتك صحيحه. كويس. ونورتني وشرفتني يا كابتن رامي. انت نورتني وانبسطت جدا بالحوار معاك. انت عارف ان انا بعزك ازاي، وانت عارف يعني انت حد محترم وحد كويس، وان شاء الله من توفيق لتوفيق وربنا يكرمك ان شاء الله يعني، وانت صديق محترم وبشكر كل الناس وبشكركم، وان شاء الله يبقى لنا مقابله ثانيه ان شاء الله. نورتنا وان شاء الله المره الجايه نتقابل وانت في الدوري الممتاز. يا رب ربنا يخليك. نورتنا. ربنا يخليك. نورنا الكابتن رامي سعيد. اما بعد الفاصل فمحمود ابو الركب المعلق والمحلل والناقد واليوتيوبر والمذيع المحلل الاوروبي الممتع هيكون هو ضيفنا. قبلها نقول لكم ان اينتراخت فرانكفورت توج بطلا للدوري الاوروبي بعد الفوز بضربات الترجيح على رينجرز الاسكتلندي بنتيجة 5-4. ضربة واحدة اهدرت في المباراة وهي ضربة لأرون رامزي، اهو أرون رامزي اللي انتوا عارفينه، اللاعب اللي ضيع ضربة الترجيح، طبعا لاعب يوفنتوس وأرسنال السابق، كان الحارس تراب هو اللي صدها برجليه. رافائيل بوري صاحب الهدف في المباراة لفريقه أينتراخت فرانكفورت هو اللي سجل الضربة الأخيرة صاروخية. كل ضربات الترجيح بتاعت أينتراخت فرانكفورت كانت ممتعة. ده اللقب القاري الثاني لفرانكفورت بعد ما توج بنسخة 1980 على حساب بروسيا مونشن جلادباخ، وبشكل عام ده اللقب الأول ليهم من ساعة ما خدوا الكاس في ألمانيا سنة 2018. مبروك لأينتراخت فرانكفورت، بما أني تمنيتها من نص ساعة تقريبا وخدوها في الآخر، فإن شاء الله ليفربول ياخد دوري أبطال أوروبا السنة دي. بعد الفاصل أبو الركب هو ضيفنا، خليكم معانا.